بتعملي من معجبات بقى لما تكوني ماشيه معاه في معجبات؟ اه بتغيري بقى وكده؟ لا ولا حاجه. الوتر يا شيخ. لا ولا حاجه. ايه بقى بتعمل؟ لا والله ده بيبقى ماشي معاه ويقول المدام يقول له طب خلاص ويتصوروا معاه عادي. مش اي مشكله. ما بتغيرش؟ في اول جوازنا في الاول بس كاسيتها بتغير ولقيت اعصابها تعبانه ومتوتره لان انت عارف المعجبات والمعجبين والتصوير وممكن تقبلني يعني او كده. فانا فهمتها ان انا انسان محترم بخاف ربنا عمري ما هعمل حاجه خطا وانتي فوق دماغي. فخدت ثقه شويه بقى بس برضه بس بيتغير برضه. اه طبعا لازم الغيره دي طبعا. طب ايه المواقف الطريفه اللي حصلت لكم مع بعض مثلا وانتي نتيجه ان هو راجل مشهور والناس عارفاه؟ كتير كتير قوي. يعني إيه انا رحت معاه مرسى مطروح في عجيبه فماشيه بقول لهم ده بيدور على عروسه ولقيت كل البنات جريت عليه. واحده واقفه قالت دي مراته في عجيبه مراته. انا لسه شايفه صوتك في التليفون يعني بتقول ده احمد ليه بتعملي كده؟ قلت لها عشان هم كانوا كلهم عايزين يصوروا معاه فيتكلم عن المراوح. لا عملت لي الله صور بقى اهي دي في شرم جميله. دي كانت في شرم الشيخ. ايوه صور حالات جميله عندك وعندك عجيبه وعندك دي في شرم الشيخ. في شرم الشيخ اه. بس احنا بقى ما عرفناش اولاد فبقى عندناش الا الفسحه بقى. انا من نظام الغدد ده خلاني ما اخلفش اتجوز بس ما اخلفش. وهي صبرت على كده وراضيه وسعيده معايا يعني. ولا ايه؟ ما دي شرم الشيخ السنه دي ولا ايه يا حاج؟ بيقول موضوع ان هو يعني مش بيخلف وهل ده زعلك في حاجه الموضوع ده؟ هو بيسالك. لا ما زعلنيش. انا اتجوزت قلت يا جماعه كذا 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 وعجبت بصراحتي وعجبت يعني كلامي. فحتى بعد ما مشيت اهلها بيقولوا لجوز اختها مش هتسال عليه؟ انا اسال على مين؟ لان صاحب اخوها وصاحب اخوها الثاني من غير ما اعرف انها هتجوزها وصاحب جوز اختها وصاحب جوز اختها الثاني لان احنا جنب بعض فيعني. بس انت كنت صريح قلت لها انا مش بخلف. لا انا مش بخلف طبعا ده اهم حاجه. قلت لك طبعا. لا ده ما بيسالوني ايه رايك فيه قلت لهم حبه من اول نظر. ما بيسالوها ايه رايك فيه قالت لهم حبه من اول نظر. بين الجواز صالونات يعني. فكان سعداء الحمد لله. لا صراحتك وقعدتك هي دي اللي شدتني ليك. ده جميل. ربنا يبارك. راجل جميل. انت اشتغلت مع نجمات كتير يعني كلهم طبعا. كلمنا عن مدام برلنتي عبد الحميد وعلاقتك بيها. مدام برلنتي عبد الحميد في سنه 60 وفي فيلم تايت لخفه فيلم زي قلت لك غرام في السيرك. اه يا عم ابوس انا الوحيد اللي بعرف ابوس دي. مدام برلنتي انت عارف سيادتك المراه الدلوعه. هي طبيعتها كده دلوعه لان عارفه جمالها وعارفه وكانت في الوقت دي يعني صاحبه المشير عامر فما كانش حد يقدر حتى اقول لها بما انا الوحيد كنت بقدر ابوسها. انت كنت عارف انها متجوزه مشير ساعتها؟ لا يعني يعني في نظام خطبه كده مع بعض يعني. ربنا يتجوز بعديه. مشير عامر هي زوجته الثانيه معروفه طبعا. ايوه معروفه طبعا انسانه محترمه وبقت على زوجها لغايه لما ماتت الله يرحمها يعني. مدام هي دروسهم الاغراء المؤدب